قبل ما ابدا الفيلم ما تنساش تصلي على النبي في التعليقات وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش وفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده. ويلا بينا على الفيلم. فيلمنا بيبدا مع كاترين واللي كانت مسافره من مده وقررت انها تاخد اختها اليزابيث واللي كانت عايشه في روسيا عشان يقضوا الاجازه سوا، وبنعرف ان علاقتهم ما كانتش كويسه قوي مع بعض لان كل واحده فيهم كانت عايشه بعيد عن الثانيه. وبعدها بنروح لواحد اسمه جاك هو وصديقته ميرا واللي بيكونوا شغالين نصابين هما الاتنين وبيدوروا على هدفهم اللي جاي وبيقرروا ان دي تكون اخر عملية سرقة يعملوها مع بعض. وبنروح تاني لكاترين هي واختها اليزابيث واللي وصلوا للفندق وبيتكلموا مع الموظفة عشان يستلموا الأوضة بتاعتهم، لكن الموظفة لما بتسألهم على جوازات السفر بتاعتهم بنعرف ان اليزابيث نسيتهم في المطار، فبتتضايق كاترين جدا وبتقول لها انها لازم تنساهم طبعا لانها دايما مركزة في الموبايل بتاعها. فبتقول لها اليزابيث تبطل تضايقها وانها اخيرا بقت عندها صديقة تتكلم معاها على التليفون بعد ما اتنقلت لمكان جديد. وساعتها الموظفة بتتدخل وبتقول لهم ان هي ممكن تتصرف وانها تتصل بالمطار عشان تتأكد من هويتهم وتحجز لهم الأوضة بتاعتهم. وفعلا بيطلعوا الأوضة بتاعتهم وبيغيروا هدومهم، ولما بتخرج كاترين من الحمام بتلاقي اختها نايمة فبتسيبها وتنزل عشان تسهر لوحدها في الملهى الليلي. وهناك بيشوفها جاك وبيعرف ان هي دي هدفهم الجديد للسرقة، وبيشاور لصديقته ميرا عشان تيجي وتتعرف على كاترين وبتتكلم معاها فعلا وبتسألها لو معاها حد، فبتقول لها ان هي لوحدها. فبتعتقد ميرا ان كاترين موجودة لوحدها في الفندق وبيقضوا السهرة مع بعض في الملهى، وبتغفل ميرا كاترين وبتسرق منها مفتاح الأوضة بتاعتها وبتديه لجاك عشان يروح على الأوضة بتاعتها ويسرقها. ولما كاترين كانت عايزة ترجع للأوضة بتاعتها بتحاول ميرا انها تعطلها وبتعرفها على اتنين من اصدقائها، وواحد منهم بيقترح عليهم ان هما يخرجوا ويكملوا السهرة بره وبيقولهم ان هو عنده منطاد قريب من الملهى وممكن يطلعوا رحلة بيه. وفعلا بينجحوا انهم يقنعوا كاترين عشان تيجي معاهم. ولما بيتحركوا بالعربية وبيوصلوا للمنطاد كاترين بتبعت رسالة فيه المكان بتاعها لأختها على الموبايل بتاعها، واللي بتكون في أوضتها لسه في الفندق ونايمة. وأول ما تصحى مش بتلاقي أختها في الأوضة، وهي بتتكلم مع صاحبتها على الموبايل بتحس إن في حد في الأوضة معاها، واللي بيكون جاك واللي دخل الأوضة وبيعتقد إن مفيش حد فيها واستخدم المفتاح بتاع كاترين ودخل الأوضة. ولما إليزابيث بتشوفه بتدخل وبتستخبى في الدولاب، لكن أول ما جاك بيفتح الدولاب بتصرخ وبتجري بسرعة وبتدخل الحمام وبتقفل على نفسها الباب. وبعد شوية بتفتح الباب ولما بتطمن إن مفيش حد بتاخد الموبايل بتاعها وبتطلع تجري وبتروح على الموظف بتاع الفندق وبتقول له يتصل بالشرطة بسرعة. لكن ساعتها بيكون جاك خرج من الأوضة وطلع من سلم الطوارئ وبيبعت رسالة لميرا وبيقولها إن كاترين ما كانتش لوحدها في الأوضة وإن بسبب معلوماتها الغلط كان هيحصل له مشكلة كبيرة. لكن ميرا وكاترين بيكونوا لسه على المنطاد وبيتفرجوا عليه، لكن فجأة المنطاد بيتحرك وبيطير وهم مصدومين. وبنعرف إن تومي ما ربطش الحبل بتاع المنطاد كويس عشان كده اتفك والمنطاد طار. وبيتخانق ستيفن مع تومي، لكن فجأة بينصدموا لما بيلاقوا نفسهم بقوا قريبين جدا من مكان موجود فيه طواحين هواء كبيرة جدا، وبيخافوا جدا انهم ينصدموا بيها وبيحاولوا يولعوا نار اكبر عشان المنطاد يعلى اكتر ويبعد عن الطواحين. لكن للأسف المنطاد بيدخل في واحدة من الطواحين فبيقع تومي من المنطاد وبتدخل قطعة خشب في رجل ستيفن. فبتحاول كاترين تساعده وبتدور على اي حاجة في المنطاد عشان تعالجه ومش بتلاقي، فبتستخدم هدومها عشان تربط رجله وتمنع النزيف. وبعدها بيلاقوا تومي لسه متعلق في حبل من حبال المنطاد وبيحاولوا يمسكوه، لكنه مش بيقدر يستحمل اكتر من كده وبيلاقوا الحبل راجع فاضي وبيعرفوا ان تومي وقع ومات وبينصدموا هما الاتنين وبيحاولوا يهدوا بعض. وبعدها ستيفن بيقول لهم ان رئيسه هيقتله عشان اللي عمله، وبينصدموا لما بيعرفوا انه كان بيكذب عليهم وقال لهم ان المنطاد بتاعه، لكنه بيقول لهم ان هو شغال عليه بس. ولما بيعرف ان تومي وقع من المنطاد بينصدم. وبعدها لما بيروح الشرطي للفندق وبيتكلم مع موظف الاستقبال بيقول له ان اليزابيث قضت الليله هي واختها في اوضه في الفندق من غير جوازات سفر، وان اختها خرجت وسابتها وراحت الملهى الليلي وبعدها سابتها ومشيت. ولما بتحاول تقول له اليزابيث انها شافت واحد في الاوضه بتاعتها وكان معاه سكينه، الموظف بيقول له ان هي اكيد كانت بتحلم لان الفندق بتاعهم امان ولا يمكن يحصل كده. وساعتها كاترين بتكون لسه في المنطاد واللي كان لسه بيتحرك وبيبعد عن الارض وبقى فوق الميه، وبيعتقدوا ان هما كده هيبقوا في امان لما ينزل المنطاد على سطح الميه. لكن ستيفن بيقول لهم ان الرياح هي اللي بتحرك المنطاد وكل ما هيبعدوا عن الارض اكتر هيبقوا في خطر اكتر، وبيقول لهم ان هما لازم يغيروا تانك الوقود عشان المنطاد ما ينزلش على الميه، وبيحاولوا فعلا يغيروه وبينجحوا في كده. وكاترين بتبقى قلقانه جدا انهم هينزلوا على الميه وبتقول لهم ان اختها لوحدها في الفندق وقلقانه عليها جدا. فبتنصدم ميرا وبتقول لها ان هي قالت لها ان هي نازله لوحدها في الفندق، فبتقول لها انها قالت لها انها كانت في الملهى لوحدها لكن اختها الصغيره كانت في اوضه الفندق. وبتقلق ميرا على صديقها جاك ليكون اتقبض عليه لما دخل عشان يسرق الاوضه، وبتفتكر لما كانوا بيقولوا هما الاثنين ان دي هتبقى
تبدأ آخد سرقة ليهم. وفجأة كاترين بتلمح مركب قريب منهم في البحر وبيفضلوا ينادوا عليهم لعل حد فيهم يسمعهم، وفعلا الركاب بيشوفوهم من بعيد وبيفكروا انهم بيشاوروا لهم لانهم فرحانين ومبسوطين على المنطاد ومش فاهمين اللي بيحصل لهم. ولما بيحاول ستيفن يساعدهم وينادي معاهم على المركب بيقع من على المنطاد وبيقع في المية، وطبعا مش بيقدر يعوم عشان الجرح اللي في رجله. فبتقرر كاترين انها تساعده وبتربط نفسها في حبل عشان تنزل وتلحقه، لكنها بتخاف من المية وبتقرر تربط حبل في شنطة من الشنط اللي معاهم وتحذفها لستيفن عشان يمسك فيها، لكن ستيفن بيكون غرق في البحر ومبقاش ليه اثر. وبعدها المركب بيبعد عنهم، وبيقرروا بعدها انهم يكتبوا رسالة استغاثة على اليافطة بتاعة المنطاد عشان اي حد يشوفها منهم ويساعدهم، وبيضطروا انهم يكتبوا رسالة بالدم وكاترين بتعور نفسها وبيرفعوا اليافطة فعلا، لكن المركب بيكون بعيد عنهم وما شافش رسالة. وفي الفندق بتوصل واحدة اسمها صوفيا من السفارة الامريكية، وبتكون جاية عشان تاخد اليزابيث معاها عشان تحميها لحد ما اختها توصل، لكن اليزابيث بترفض تروح معاها وبتبقى عايزة تستنى اختها لحد ما ترجع، وبتقنع صوفيا انها تساعدها تلاقي اختها. وكاترين طبعا بتكون لسه في المنطاد وايدها بتكون مجروحه جدا، وميرا بتحاول تساعدها عشان توقف النزيف. وهما بيتكلموا مع بعض عن نفسهم بيلاحظوا ان النار بتاعه المنطاد بدات تنطفي، وبيعرفوا انهم لازم يولعوا النار تاني عشان المنطاد يطير، وبيستخدموا اشعه الشمس عشان يولعوا في الفلوس ويولعوا بيها نار المنطاد. وساعتها بيجيلهم فكره انهم يولعوا كمان ويعملوا دخان عشان اي حد يشوفهم وينقذهم. وميرا بتتكلم مع كاترين وبتقول لها ان هي كانت لازم تستخدم ذكائها في حاجه مفيده بدل اللي كانت بتعمله، لكن للاسف محدش بيشوف الدخان اللي عملوه. وميرا بتفقد الامل، لكن كاترين بتمسك موبايلها وبتحاول تلقط اشاره، لكن المكان اللي هم فيه بيكون مفهوش شبكه خالص. وميرا بتقول لها على فكره كانت دايما بتعملها عشان تلقط شبكه، وبتحط سلك معدن في الموبايل وفعلا بيلقط شبكه، وكانت لسه هتبعت رساله لاختها لكن الموبايل بيفصل شحن. وساعتها اختها اليزابيث بتكون مع صوفيا وبتوريها الرساله اللي اختها بعتتها قبل ما تركب المنطاد واللي كان فيها الموقع بتاعها، وبنعرف ان موقع تليفون اختها لسه موجود في نفس المكان وما اتغيرش، وبتقول لها ان اكيد اختها في خطر ولازم يروحوا للمكان ده عشان يشوفوها ويساعدوها. وفعلا صوفيا بتقرر تساعدها وبيروحوا فعلا للموقع اللي كانت فيه كاترين، وبيلاقوا العربيه اللي كانت راكباها كاترين مع اصحابها، وبيلاقوا جواها تليفون وفي تسجيل للمنطاد اللي هم فيه. وبتسال اليزابيث صوفيا عن الاتجاه اللي المنطاد اتحرك فيه، فبتقول لها انه اكيد اتحرك في اتجاه البحر. وبتتصل صوفيا بصاحب المنطاد عشان تعرف منه مكان المنطاد، فبيقولها ان هو مسافر وان المنطاد المفروض مكانه ما اتحركش وانه لازم هيبلغ عن سرقه المنطاد. واليزابيث بتعرف ان اختها اكيد في وسط البحر، وبتحاول تقنع صوفيا انهم ياجروا مركب ويدوروا على اختها في البحر، وبتحاول تقنعها تاخد موبايلها عشان تاجر اي مركب لان معهاش فلوس، لكن صوفيا بتبقى عايزه تبلغ رفض السواحل، لكن اليزابيث بتكون قلقانه جدا على اختها ومش قادره تستنى، وفعلا بتقنع صوفيا انهم يروحوا عند البحر. والشرطي بيكون وصل وبلغ بحادثة حصلت عند البحر، ولما بيروح بيلاقي واحدة هناك وبتحكي له انها كانت قاعدة ولقت جثة وقعت عليها من السماء واللي هو تومي، لكن الشرطي بيبقى مش مقتنع بكلامها لان مفيش اي مكان الجثة ممكن تنزل منه لان طبعا محدش شاف المنطاد. وبنروح لكاترين وميرا واللي كانوا بيحاولوا يخففوا وزن المنطاد عشان يطير لان المنطاد بدأ يهبط في المية. ولما بتوصل اليزابيث وصوفيا للبحر بتلاقي اليزابيث قارب لكنه بيكون عطلان وبتحاول تشغله، وصوفيا لما بتشوفها بتحاول توقفها لكنها مش بتعرف وبتضطر انها تركب معاها القارب. وساعتها المنطاد بيكون بدا ينزل في البحر وهما الاثنين بداوا يفقدوا الامل في النجاه وبيبكوا على اللي هما فيه، وكاترين بتقول لها ان هما لازم ما يفقدوش الامل لاخر نفس ليهم. وساعتها ميرا بتقرر تعترف لكاترين انها سرقت مفتاح اوضتها في الفندق واديته لصديقها جاك عشان يسرق فلوسها من الاوضه. فبتنصدم كاترين من اللي سمعته وبتقلق جدا على اليزابيث اللي كانت سايباها لوحدها في الاوضه. وساعتها بيكون جاك بيجهز نفسه عشان ياخد فلوسه وبياخد واحده ثانيه ميرا وبيروح على فندق عشان يسرقوا سوا، لكن صاحبته الجديده بتستغل الفرصه وهو في الحمام وبتسرق الفلوس كلها وبتهرب. وساعتها اليزابيث المركب اللي كانوا راكبينه بيعطل في وسط الميه وكمان بينقطع، فبتحاول هي وصوفيا تصلحه عشان يكملوا بحث، وفعلا بينجحوا في كده وبيتحركوا تاني بالمركب. والمنطاد بيكون خلاص نزل في الميه وبيضطروا هما الاثنين ينزلوا في الميه ويعوموا، وكاترين بتساعد ميرا لانها مش بتقدر تعوم، وبيلاقوا تانك الوقود على وش الميه فبيمسكوا فيه، وبعدها بيلاقوا سفينه بتقرب منهم في البحر لكن السفينه مش بتشوفهم وبتعدي بعيد عنهم، والقارب اللي اليزابيث فيه بيعطل تاني، وبيقرروا انهم ما يفقدوش الامل ويجدفوا لحد ما يوصلوا لكاترين. لكن صوفيا بتكون تعبانه جدا وبتحاول تقنع اليزابيث ان خلاص ما عادش في امل ولا يمكن يلاقوا اختها، لكن اليزابيث بترفض تستسلم وبتستخدم السرينه عشان تنادي على كاترين. وفعلا كاترين بتسمع صوت السرينه لكنها بتكون بعيده جدا عن اختها، وبيفكروا هما الاثنين. وفعلا ميرا بتستخدم المرايه اللي كانت معاها عشان تعكس بيها اشعه الشمس
واليزابيث تشوفهم، وفعلا بتشوفهم اليزابيث وبتروح لهم بالمركب وبتنقذ اختها وبتنقذ ميرا، وصوفيا كمان بتساعدهم وبتتعرف عليهم، وكاترين بتعرفهم كمان على صديقتها ميرا، وبيقدروا في النهايه انهم ينقذوهم. وبعدها بيسالوا نفسهم ازاي دلوقتي هيطلعوا من البحر. بس كده، وده كان فيلمنا النهارده. يا رب لو عجبك اعمل لنا لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده. ويا سلام.